ازعل ولا افرح ايمان؟ في شي جواتي انكسر، يا ريتني ما شفت هالمنظر. يلي صار صار، المهم هلا امك تطلع من السجن ان شاء الله. العمى شو هاد؟ ولك هدول مصورين الزلمة بقلب بيته، شو رح يعملوا يا ترى؟ بابا مو جايب لك سلام كبير من قرايبك. قرايبي مين هو؟ الضابط قدرت. بابا شو عم يعمل هون؟ خدي الصبايا وطلعي لفوق، يلا لشوف. يلا يلا طلعوا، يلا يلا، لا تنزلوا لتحت، لا حدا ينزل. شوف سيدي، أنا ما عندي علم بشي أبداً. إليف راحت لحالها لعند الضابط، بس لا تاكل هم، عملت لها قتلة. القتلة اللي أكلتها راح تخليها تحرم تروح لعنده أو تسأله شي. طبعاً سأل عني مثل ما أنك شايف وضعي. أنا هلأ ماشي بطريق ربنا والحمد لله، ومشان موضوع المصاري الله يلعني إذا لمستون. هداك الملعون فريد صدقني هو اللي حط براسي شغلة الابتزاز، الله وكيلك أخذ المصاري واختفى. حسب ما فهمت أنكم ابتزيتوا ضابط بهز البلد وبعدين دفع لتسكتوا. إيه، ليش أنت ما أجيت مشان هالشي هاد؟ لا، أنا أجيت منشان أعرف أنتو بشو ابتزيتوه بالضبط. أنت شو عم تخبز؟ ليش مين أنت؟ اسمع، لك الأحسن تروح هلا، ماني فاضي لك، روح على بيتك لأنه هديك القصة سكرتها. تفضل. أنت سكرت القصة، بس أنا هلا فتحتها. احكي لشوف، شو اللي بينك وبين قدرة كاراي؟ أنا أخي الله وكيلك، أنا ما بيربطني بهذا الإنسان شي، يعني ما بعرف أنت شو بدك، بس صدقني ما في شي بيناتنا. بدك تطلب الشرطة؟ إيه ماشي، أنت لا تعذب حالك، أنا رح أطلب الشرطة. كم بنت في هون؟ 15 ما هيك؟ إيه هيك تقريبا، وتحت السن القانوني. إذا بتجي الشرطة لهون وبيشوفوك بهالمنظر الفظيع، شو بيفكروك عم تسوي معهم؟ فكرت شي؟ انت شو عم تحكي؟ انا بس عم ساعد هالبنات حسنة لوجه الله يا اخي. عن جد شيخي؟ معناها كرمال الله اذا بتريد، قدم لي هالمعروف. شو قلت؟ يا الله. احكي لشوف، انت شو علاقتك معه؟ هلا بدك تفهمني. الله وكيلك ما إلي علاقة فيه، شو بده يكون فيه يعني؟ مرتك عم تقول إنه في رابط دم. شو الله. بابا شو عامل أنت؟ شو خدمتني؟ عم تقول في رابط دم؟ مرتي لك الله ياخذ روحها، إن شاء الله بتموت وبخلص منها، شو إنها غبية وخاربة بيتي. احكي لي شوف. ما بعرف شيء. بس ليش قدرة كاراي خايف منكم؟ إن شاء الله. بشو كنتوا عم تبتزوه؟ خففوا السرعة. ليه كيف عطوا على اليمين؟ ليش؟ هلأ منشوف. شو عم بيصير هون؟ ما فيني اقول لك، والله العظيم اذا بقول لك رح يقطعني شاف وانا عايش. هيك لكان. تعال شوف. تعال. تعال. طلع. ليلي.
راح تكون ليلة سودة عليك، فهمت؟ لأني هلأ أنا راح أقطعك تقطيع وما أرحمك. بابا شو عم تعمل؟ كرمال الله خلاص. وهلأ إذا بتحكي لي اللي بتعرفه أنا بوعدك حياتك ما تتغير، وهذا الحكي رح يضل سر بيني وبينك وما رح أقول لحد عنه. ماشي اللي وخلصني. شو يلي بينك وبين قدرة كاراي؟ لك الله وكيلك ما في بيني وبينه شي، أنا بوادي وهو بوادي تاني. سيدي كرمال الله لا تبليني هيك، أنا غلطت غلطة. طيب اللي شو هي الغلطة يا كلب؟ اللي كرمال الله يا الله تحكي. ليش زلمة خايف منكم ولا؟ ليش يا الله دخيلك يا ربي شو هالورطة اللي أنا فيها؟ لك والله ما بعرف شي يا أخي، ما بعرف شي والله. إذا بتقتلني أنا ما عندي شي لك يا ليك. أنا قوصت 5 مرات وطلع فاضي. السادسة عباي والسادسة قاتلة. دخيلك يا الله. هلا لآخر مرة شو سر اللي بيناتكن؟ أشهد أن لا إله إلا الله. احكي يا الله. ماشي ماشي خلاص راح أحكي لك. خلاص احكي لنا. إليف معناها بنتي، ضابط قدرة جاب لي إياها وهي وصغيرة. شو؟ ما فهمت، عيد الحكي. عمل لك إليف مو بنتي، والضابط قدرة جابها لعندي وهي بعدها باللفة وأنا ربيتها. ما بعرف إذا أفرح ولا أبكي، في شي جواتي انكسر، يا ريتني ما شفت هالمنظر. صار يلي صار، المهم هلأ أمك تطلع من السجن. آمين إن شاء الله. ليكي خففوا السرعة. ليكي فاتوا على اليمين. ليش؟ هلأ منعرف كل شي.